الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. جزا الله فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله. يقول السائل: كثير من المثقفين فضلا عن عوامهم يجهلون المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فنرجو منكم بيان معناها. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي كلمة الإخلاص، وهي العروة الوثقى، هي العروة الوثقى وكلمة الإخلاص، وهي تتكون من جزئين: نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. فالنفي معناه نفي الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى دون غيره دون سواه. هذه الكلمة المختصرة الخفيفة على اللسان تتضمن هذا المعنى العظيم، وهو إبطال الشرك بجميع أنواعه وإثبات التوحيد لله عز وجل. فمعناها لا إله أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فإنه هو الذي يعبد بحق، وما سواه فهو معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمة جاءت بلفظها في القرآن في موضعين: في قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هكذا يقولون. وفي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين. وجاءت بمعناها لمثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في قول إبراهيم عليه السلام لما حكاه الله عنه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله إنني براء هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله، هذا معنى إلا الله، إنني براء مما تعبدون هذا معنى لا إله إلا الله، يوضحها تماما. هذه الآية توضح معنى لا إله إلا الله، وهي البراءة من الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة.